شخصيا كنشوف بانه بيراميدز بقات هذيك الهزيمه ذهابا وايابا امام الرجاء في دور المجموعات مؤثر عليه بزاف. يمكن انه المجهود اللي دار والهدف اللي كان هو يتفادى يسقط في نفس الحاله. هذا هو اللي كان الهدف ديال بيراميدز، وانه يعرف انه الرجاء يمكن انه كيهددوا بواحد الشكل كبير. للاسف انه بيراميدز الا شفتي انهم اغلى كتله ديال الاجور يعني في الفراق، عنده لاعبين عندهم تجربه كبيره، حارس مرمى كذلك بدون دافع هشام، ولكن ما كايناش هويه ديال الفريق، وعارفين قوه الرجاء رغم المعاناه اللي كيعانيها الرجاء، ربما مكتسبات ذاتيه اللي هما كالعاده بالفعل. ولكن كنظن انهم تفادوا وخرجوا بالخساره الاقل، ولو انه 0-0 ماشي في صالح الرجاء يعني كيف ما يمكن تصوروا رقميا. صحيح رقميا ما يمكنش، ماشي سهله، لانه هنا ممكن تعادل بواحد لواحد راه غيعطي امتياز للفريق بيراميدز. يعني الرجاء حتى في حال انه غيبحت على الفوز غيبحت على الفوز بحصه بحذر وحصه اللي تامل ليه. صحيح. انه واحد المفاجات اللي ما تقدرش تكون في مباراه الايام.